Ah, d'accord. Soit. Ça sera une étape de. إذن هذا لقاء هام مع السيد رئيس ديال الحزب الجمهوري الفرنسي اللي هو يعني شريك ديالنا مع الحزب بي بي بوبولير يعني الشعبي الاوروبي واللي حنا متعاقدين معهم على واحد المعدات ديال الامور. كانت نقاشات اللي هي جد مهمه، كتهم العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، كتهم العلاقات يعني اللي متاسفين ليها اللي هي مع يعني البرلمان الاوروبي والبرلمان المغربي اللي مع الاسف كانت مناسبه باش نقولوا بانه ما كنتفهموش يعني واحد العدد ديال المسائل اللي كتمر الان في هذا البرلمان الاوروبي. وكانت مناسبه باش نشوفوا يعني نتكلموا على الافاق ديال المستقبل بين الحزب التجمع الوطني الاحرار والحزب ديال الجمهوريين يعني في المستقبل باش تكون يعني افق تعاونيه. حنا الحمد لله كل هذا مكسب لان المغرب هو شريك كبير لاوروبا، شريك كبير لواحد العدد الدول الاوروبيه. ونتمنى على الله ان شاء الله انه بما فيه من رجال ونساء هذا الحزب ديال الجمهوريين انه يمكن لنا يعني نزيدوا الامام بخطوات ثابته.